بمشاركة 19 بلداً تحتضن الجزائر النسخة 45 للبطولة الإفريقية للتنس أقل من 16 سنة. طبعة تتقاسم الاتحادية الجزائرية للتنس تنظيمها مع الكونفدرالية الإفريقية للتنس والاتحاد الدولي للعبة. في البرنامج تاع الكونفدرالية الإفريقية للتنس كان البطولات هادو تاع الفئات كل الفئات، احنا اخترنا لهاد الفئة. كان دفتر شروط اللي قدمناه للكونفدرالية الإفريقية، وين يعني كان كل الشروط يعني قدمناها لهم وكل الضمانات، وقبلوا يعني باش ننظموا في الجزائر العام هذا هاد البطولة. بحضور أحسن لاعبي القارة تتوقع المنافسة هذه السنة بلوغ مستوى فني عالي جدا، أين سيحاول 64 لاعبا إفريقيا الوصول إلى المربع الذهبي، من بينهم 12 جزائريا يسعون إلى تحسين الترتيب القاري لبلدنا. المستوى تاعنا حنايا فيزافي دي افريكان يفو تعرفوا بلي رانا ا بو بري اليوم en moins de 16 ans pour les moins de 16 ans هادو لي كادي لي moins de 16 ans on est à peu près à la 5e position. 5e position africaine. En filles et en garçons un peu moins encore. بصح 5e ما راناش بعاد على الاولين والمستوى يتقارب ماشي بعيد بزاف. دونك قادرين دوك حنا نديروا كلش، حطينا كامل وفرنا كامل واش لازم باش نحسنوا باش نلحقوا المستوى مع لي 2 و 3 ميير. فورماسيون هايله اللي تيغانهم يسقموهم دوك كما يخلص ماتش يعاودوهم من الاخر، لي كوتش هم واقفين معنا. الليفل كويس جدا عالي، يعني الماتشات كلها من اول ماتش كل اللعيبه مستوياتهم عاليه. طبعا اللعيبه بتاعت الجزائر كويسه من زمان يعني، فكل الكومبيتيشنز كويسه يعني. البطولة الإفريقية للتنس التي ستجرى من 25 إلى 29 أفريل ببش جراح ستكون فرصة لتؤكد الجزائر مرة أخرى قدرتها على إنجاح تنظيم مثل هذه المنافسات الرياضية الكبرى.